عليكم. اليوم سأحكي لكم قصة كائنات صغيرة بتعيش على جسمنا من دون أن نعرف عنها شيء، وهي خمائر الميلاسيزيا، وعن طريقها سنجاوب عن كل أسئلة القشرة اللي بتخطر ببالكم. ما سبب تشكل القشرة؟ ولماذا فقط بعض الناس عندهم قشرة؟ وما هو العلاج؟ الشامبو مضاد للقشرة بينفع؟ بعد فيديو اليوم ستختلف نظرتكم للقشرة بالشعر. ومن دون ما نطيل أكثر بالمقدمة، يلا نبدأ الفيديو. فروة الرأس مثل غابة استوائية كثيفة تعيش فيها خمائر اسمها الميلاسيزيا. والخمائر اللي ما بيعرفها هي فطور مجهرية وحيدة الخلية، يعني تخيلوه مثل فطر صغير كتير كتير صغير كتير. وهي الخمائر تحب أكل الشحم والدسم، بس أكيد مو الكبي والمناسف، وإنما تتغذى على الزيوت اللي بتنتجها الغدد الدهنية في شعرنا. طيب لماذا لا تصنع هاي الزيوت بنفسها طالما بتحبها لهي الدرجة؟ لماذا لا تتعدى على الزيوت اللي بيفرزها جسمنا؟ الجواب ببساطة، لأنها لا تستطيع تصنيع الزيوت، فهي تفقد تقد الإنزيمات الضرورية لتصنيع الزيوت اللي بتتغذى عليها لتعيش. يعني هاي الخمائر الميلاسيزيا هي حيوان طفيلي كسلان لا يعرف يطبخ الأكلات اللي بيحبها، فبيختار أكثر مناطق بجسمنا فيها إفرازات دهنية وبيستقر فيها. بعرف شو عم تفكروا الآن، أنه بالله شو هالقرف اللي عم تحكي عنه، وليش لتختار الشعر؟ يعني الشعر أكثر شيء دهني، طيب وين راح الأنف؟ صح، معكم حق، الأنف دهني، وهي بتكون متتواجد على الوجه وأيضا وعلى البشرة بشكل عام، وممكن تشكل التهابات جلدية بالرأس والرقبة، ولكنها بتحب الشعر، تعتبره غابة استوائية ملائمة إلى خاصة بين الجريبات الشعرية. طيب ما دخل هاي الخمائر بالقشرة؟ جايتكم بالحكي، يلا نكمل القصة. هاي الخمائر وصل فيها الكسل لأنه ما تنظف أوساخ الأكل اللي بتاكله، فهي بتاكل بعض الزيوت اللي بتحبها الدسم المشبع، وبتترك مادة زيتية بتخلفها بعد أن تنتهي أكل. هاي المادة بتبدأ تخرش فروة الرأس، إما بنفسها أو نتيجة حك تمشيط مثلا. نتيجة للتخريش بيتنبه الجهاز المناعي وبيشعر أنه يوجد شيء غريب غير طبيعي بالشعر. وكيف بيستجيب يا حذركم؟ بيستجيب بأنه بيجعل فروة الرأس بتتكاثر بسرعة كبيرة، يعني بقوي حاجز البشرة، وبما أنه طبقات البشرة بتتكاثر من الأسفل، فالطبقة اللي بالأعلى بتنفصل وبتشكل القشرة. وهي هي قصة خمائر الميلاسيزيا والقشرة. لكن لحظة قبل ما تكرهوا هاي الخمائر الاستغلالية وتسبوا عليها، لازم تعرفوا أنه هي الخمائر موجودة بشكل طبيعي على بشراتنا كلنا، وإن كان بأنواع مختلفة وأعداد مختلفة، وبالحالة الطبيعية لا تشكل أي ضرر، وغالبا لا نشعر بوجودها أصلا. ليس هذا فقط، هي ممكن تكون بالحقيقة عم تحمي بشرتنا من خمائر وفطور أخرى أكثر انتهازية. هي صح كسلانة وبتحب تاكل دسم وما تنظف بعد الأكل، تترك بقايا الدسم، لكن مع هيك عندها حمية وحب دفاع عن أرضها، يعني الحق يقال. إذن لماذا تشكل القشرة والأمراض عند البعض ولا تؤثر على حياة الآخرين؟ الحقيقة لا يوجد جواب واضح وصريح. ممكن الجينات مثلا، فجينات إفراز الزيوت عند البشر مختلفة، يوجد نظريات تؤيد ذلك وأنا أؤيد هاي الآراء. ما نعرفه وواضح حاليا أنه فرواتنا مختلفة، فالبعض فروتهم دهنية جدا، فبيكونوا أكثر عرضة لأمراض هاي الخمائر، خاصة إذا كانوا لا يستحمون بشكل صحيح ودائما. لكن لحظة، أحيانا كثرة الاستحمام ممكن أكثر من مرة باليوم ممكن أيضا تسبب نتائج عكسية، وممكن البشرة أو الفروة الجافة جدا أيضا تحرض تشكل القشرة، ووقتها لا دخل لهي الخمائر بهي الحالة. وهنا أريد أن أذكركم فيديو نزلته من فترة بالقناة عن استخدام الشامبو والبلسم بالطريقة الصحيحة، لا تنسوا متابعته بعد هذا، الرابط بالأعلى وفي صندوق الوصف. عادة أيضا الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة نتيجة تناول أدوية بتثبت المناعة كعلاج لبعض أمراض المناعة الذاتية، بيكونوا أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات والقشرة اللي بتسببها هي الخمائر، وغيرها من الكائنات اللي بتعيش على جسمنا. احيانا القشره بتتشكل نتيجه التحسس من عوامل ومواد معينه، مثلا مواد كيميائيه موجوده بشامبو معين، والجسم بيرد بنفس الطريقه اللي رد فيها على مخلفات خمائر الميلاسيزيا، لكن بهي الحاله بتكون الخمائر مظلومه. وحاب اخبركم هون انه هي الخمائر ليس فقط تسبب القشره، وانما ممكن تكون مسؤوله عن العديد من الامراض اللي بتصيب فروه الراس والجلد، مثل الالتهابات الجلديه، الالتهاب التأتبي، الاكزيما، وغيرها من الامراض الجلديه
جلدية، وبنصحكم إذا ظهرت أعراض أمراض جلدية كانت الأكزيما قوية، القشرة غير محمولة ومستعصية أنه تراجعوا طبيب جلدية. فأطباء الجلدية هم الوحيدون القادرون على تشخيص وعلاج مثل هاي الأمراض. دعونا نتكلم الآن على العلاج والشامبوهات اللي بتحتوي مواد مضادة للقشرة، هل هي حقا فعالة؟ نحن الصيادلة بنحب الحديث عن العلاج والمواد الكيميائية. لن نتكلم عن العلاجات المنزلية من زيوت وأعشاب وبيض وما بعرف شو كمان، لأنه لا يوجد أدلة على فائدتها العلمية وهي مجرد تكهنات شعبية دارجة. لكن سأتكلم عن المواد الفعالة الكيميائية المستعملة لعلاج القشرة واللي يوجد أبحاث علمية وأدلة على فعاليتها. بالبداية المضادات الفطرية، فإذا كان سبب القشرة هو هاي الخمائر ومخلفاتها، فبالطبع الخط الأول للعلاج لازم يكون هو المضادات الفطور مثل الكيتوكينازول أو السيكلوبيروكس. وهي الأدوية ممكن تكون بشكل كريم، لوشن، شامبو، يعني علاجات موضعية. وبالحالات الشديدة يلي بتكون فيها عنا التهاب جلد زهمي وليس فقط قشرة عادية، ممكن نلجأ للمضادات الفطرية الجهازية، جهازية يعني اللي بتنعطى عن طريق الفم، بالإضافة للموضعية. ويوجد منها العديد من الاحتمالات، منها على سبيل المثال هون للحصر الأنفوتريسين بي والأزولات مثل الميكونازول والكيتوكينازول. طبعا المضادات الفطرية الجهازية بحاجة وصفة من طبيب جلدية. الصيادلي ممكن يصرف مضادات فطرية موضعية، محاليل، شامبوهات مضادة للفطور، لكن بالحالات اللي بتستدعي أدوية مضادة للفطور عن طريق الفم فيجب حصرا وصف الطبيب. عموما لا تتوقعوا تلاقوا نتيجة مضادات الفطور فورا ولا تملهوا منها، فغالبا الفطور بتحتاج علاج طويل لعدة أسابيع أو أشهر، وكورسات العلاج إلها بتكون طويلة. فلا تملوا وتتركوا العلاج من نصفه، لأنه ستكونون تساهمون بالانتكاس وزيادة الوضع سوءا بدل علاجه، على مبدأ الضربة اللي ما بتقتلك بتقويك. الأحياء الدقيقة من البكتيريا والفطور بتحب هذا المثل جدا وتعمل به كل حياتها، فلازم إذا قررنا نضرب صادات حيوية تكون ضربة قاضية. الأحيانا ممكن زور طبيب جلدي وما يكتب بالعلاج مضاد فطري أبدا، لا موضعي ولا جهازي. وممكن أنت عم تشاهد الفيديو هلأ وبلشت تسب على الدكتور، سمعتكم، لا تسبوا على الدكتور، هذا ممكن. فليس كل الحالات بتحتاج مضاد فطري، فإذا كنت تعالج القشرة وطبيبك لم يصف لك مضاد فطري فلا تشتمه، فكل حالة مختلفة عن الأخرى. كما ذكرنا فممكن البشرة الجافة جدا أو عوامل محسسة أخرى ساهمت برد الفعل المناعي هذا، وبهذه الحالة لا يكون من المنطقي قتل هذه الخمائر من دون أن تكون هي المذنبة، خاصة أنها ممكن تدافع عن جلدك ضد الخمائر والبكتيريا الأشد خطرا. عموما الأطباء وعادة أولا للعلاجات اللي بتزيل القشرة نفسها من دون صادات حيوية مثل ساليسيليك أسيد. ولما لا ينفع العلاج ممكن يلجأوا للصادات الحيوية والمضادات الفطرية الموضعية، وعندما لا تكفي وحدها عندها يتوجهوا لإضافة الجهازية، يعني لا نضرب بأقوى دواء من أول مرة. عموما يوجد بالأسواق الكثير جدا من الشامبوهات اللي بتحتوي مواد مضادة للقشرة، وهي المواد غالبا بتختلف من شركة لأخرى، ورح أذكر هلأ أهم هذه المواد المستعملة بالشامبوهات والمحاليل المضادة للقشرة. أكثر مادة تستعمل بالمحاليل المضادة للقشرة هي الساليسيليك أسيد، لأنه بيقشر الجلد وبيخلصنا من القشور العالقة على فروة الرأس. المادة الثانية هي البيريتيون زينك، هاي المادة بتملك خواص مضادة للبكتيريا وللفطور، ولذلك كثير من الشامبوهات المضادة للقشرة إذا قرأت تركيبها ستجد هذه المادة، وإذا ما كان بيحوي البيريتيون زينك ممكن تلاقوه بيحوي السيلينيوم سلفيد، وهي أيضا مادة بتملك خواص مضادة للفطور وبتساهم بتنظيف الفروة من القشور العالقة، لذلك تعتبر مادة كثير مفيدة ب العلاج بالمستحضرات المضادة للقشرة. ولازم نحكي هنا عن الشامبوهات التي تحوي قطران. آلية العمل للآن غير مفهومة للقطران بشكل كامل، ولكن ممكن نلخص أنه قطران الفحم يبطئ سرعة موت خلايا الجلد على فروة الرأسك ويقشر الطبقة المتقرنة الميتة. طبعا انتبهوا، إذا كان الشعر فاتح اللون فقد يتسبب هذا النوع من الشامبو بتغيير لونه، حتى أنه ممكن يجعل فروة الرأس أكثر حساسية لأشعة الشمس. لذلك إذا كنتم عم تتعالجوا فيه لازم تضعوا على رأسكم طائية أو أي غطاء لما تطلعوا بالشمس أثناء المعالجة. وأصلا هذا الشامبو لا يستعمل بحالات القشرة الخفيفة أو المتوسطة العادية، وإنما يكون استعماله غالبا بحالات صدفية والتهاب الجلد الزهمي. هي كانت أهم المكونات التي يضعوها بشامبوهات القشرة. وبالنسبة للمدة ولطريقة الاستخدام فيجب اتباع تعليمات الاستخدام بدقة واتباع إرشادات الطبيب والمدة اللي بحددها، يعني لا تزيد
تزيد ولا تنقص من تلقاء نفسك، فالزيادة والنقصان قد يكون لها تأثيرات ضارة على البشرة، مثل ما بنقول بالسوري الزايد أخو الناقص. لم أذكر المدة والطريقة لأنه بتختلف باختلاف الحالات، وأيضا مضادات الفطور بيختلف مدة العلاج بها وجرعتها حسب الحالة وعمر المريض، وينبغي أثناء العلاج بها مراقبة الحالة من قبل طبيب جلدي. أتمنى أن أكون قد قدمت إجابات كافية عن القشرة، سببها وعلاجاتها. خبروني رأيكم بالتعليقات إذا عانيتوا قبل من القشرة وكيف حليتوا من المشكلة، وإذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا تدعموني بلايك وشير للفيديو واشتراك بالقناة للمزيد من الإجابات عن المشكلات الصحية اللي بتواجهنا دائما ولا نعرف كيف نتعامل معها. وبالنسبة للاستشارات الصيدلانية، بما أنها صارت كثيرة، فقد أضفت للموقع خدمة تقديم الاستشارات الصيدلانية مجانا عن طريق تعبئة فورم مع الإيميل، وسأرد عليكم خلال يوم أو يومين. رابط الفورم بصندوق الوصف بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المصادر اللي اعتمدت عليها في تحضير معلومات الفيديو. لمن يريد معرفة المزيد عن الموضوع، كانت معكم ألمة تمور، إلى اللقاء.